حصل يا ريس؟ خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساك فل يا ضاحي. مؤاخذة. في حاجة تاني؟ لا بس أنا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ولا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة بالطبع. خير يا مالك؟ أنا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ أنت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو أعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عيني. دلوقتي نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهاردة مع بنداري. والله العظيم نيلي وشريهان وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه؟ ده فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غدر بيا وسرقني. هو في حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي وطبعا فلوسي في وسطيهم. ولما مات الفلوس اختفت محدش يعرف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدا يدور بطريقته. وظهور نيلي وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سكه على الفلوس دي. فهمتك. يعني انت عايزني اخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك. ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ صحيح. انا عايزك تحط عينك عليهم تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين، وبيجوا منين، وبياكلوا ايه ويشربوا ايه. وكل معلومة تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا. بس الأول اتفق على عرقي. سامعك قول. عملية زي دي ما اخدش فيها أقل من 100,000 قايف. لم لعب الأطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 قايف. والله ما لقيت أهيف منك. آخر كلام 50,000 قايف. 50 ليه؟ وأنا مأجر جيمس بوند. لا مأجر ضاحي. وسعادتك عارف من هو ضاحي. ما أنا عشان عارف من هو ضاحي مفيش اكتر من 5000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هخسر ال 5000 جنيه دول معاك يا ملك، ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين دوره. هما خمسه، قلت ايه؟ خمسه خمسه، مش هكسر كلمتك يا ملك، بس اللي انت قالت عليك. تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا. استعجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب ما مؤاخذه يعني انت تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف هتوصل لهم ازاي؟ لا. لا اتلقك يا اخي كله لا لا. امال رايح تعمل ايه؟ صحيح فاتتني دي. عشان فاتتك دي هم تلات بواكب ما فيش غيرهم. بس خلاص هنا. يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي. يلا شوش. يلا. خلاص يا صاحبي على اتفاقنا، تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيتي لحد. انا اصلا ايه ده؟ ايه يا عم احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه ايه؟ يا عم صاحبك ايه ما اعرفش عنده؟ انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحابيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان. ده انت ليه الادب قوي على فكره؟ خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي. يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه. ده الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. شكرا. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك قادر يا كريم. شكرا. يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك بقول لك مراتبك يعني ان شاء الله يعني يقلب لك العربيه دي جيب. يا عربيتي انا متشكر. شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي. يلا شوشو. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده نطلع في حته ضلمه؟ اطلع بس هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا. حاضر. نيلي هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري انت مش فاهم. انا ما باكلش عندهم خالص. بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخيه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطيناها في الميه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا ما هي دي مش بطاطس والميه الاخضر دي مش ملوخيه. ده قلقاس في السلق اللي هي الميه الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات
الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج. اول ما يبقى لزج قوي طب خلاص خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل حل ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش راسي اللي هي راسي ولا راسي عشان اعرف دماغك بتروح فين. راسي يعني بالطول، الكلمه بالطول راسي. افقي بالعرض، يبقى كلمه بالعرض. vertical و horizontal يعني. فهمت. اوكي افكار مختلطه. افكار مختلطه. ايوه فين السؤال؟ ما فيش سؤال. انا اجاوب. انا هجاوب. اوكي. خواطر. افكار مختلطه خواطر. خواطر بالظبط. جمع دب. دباديب. ايوه في اللغه العربيه اسمها دببه. دباديب دي في حفله لتامر وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكس يشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا. عكس يشتري يبيع. وما يشتريش. اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. Whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. بعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسال. انا ما بسالش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن، كيل حفيد، لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنه 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي. أنا مش هتكلم خالص بقى بجد. يا ريت. حرف جر في حكاية قصة سارق السفن قرصان. قرصان. يبقى في قصة حفيد القرصان. الحل في قصة حفيد القرصان. لا طبعا أكيد مش هنسافر. الحل عند جوني ديب. جوني ديب إيه؟ ايه علاقة جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه؟ مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم؟ ايوه ايه العلاقة؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب؟ هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة. حفيد القرصان، حفيد القرصان، حفيد اهو. حفيد القرصان، يس. برافو 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 عليا بجد. ام جينيوس وما احتجتش للفلوطه اللي اسمها الشريهان دي. على فكره انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. انهم ليسوا معنا. انهم ليسوا معنا. انهم عاملين شعرهم ليسوا معنا. سيف اتفضل اقراها كده. انهم ليسوا معنا. يعني ايه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي لي يعني ايه ليسوا. ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا، ناس اسمها ليسوا. هو انت بتبرري اي حاجه؟ قصه خياليه ناس كاتبه حاجات. بصي انا هقرا القصه، انا لما اقراها وهفهمك. اوكي اوكي. يا ما هذا المكان القديم، اريد ان ارجع الى بيتي حقا حسنا. بصي يا ستي. كان يا مكان كان في ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز، كنز كبير. فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه. سيف الجاكيت ده كنزه. واو. اه والله الجاكيت اللي انت لابساه كنزه. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزه باللي انا بقوله دوت؟ سيف ما تزعقش، احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني. ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش يعني. حاجه تيجي في دماغك دلوقتي، خلينا نخلص. واضح ان انا مش هعرف احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا. نكلم عم بندق. كان البندق نفع نفسه، ده راجل متخلف.
نيلي مفيش حد تاني في عليكم ينفع نسأله؟ مفيش غير بابي بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول. طيب أنا عندي فكرة، مش أنتوا عندكم شركة شحن؟ آه. في مركب عندكم اسمها البطة الشقية؟ سيف إيه؟ إحنا شركة شحن كبيرة قوي ومحترمة، أكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطة الشقية. إحنا عندنا تلات مراكب، الدلوعة، فلافيلو، واللي غير قد دي كان اسمها الذبابة الملعونة. الدلوعة وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفة باتنين جنيه؟ اللي هي جنب الاوتوبيس النهري دي، تلاقي واحده متسوله قاعده في المركب وشاكيه حكايه صح؟ سيف بص عشان ما نتخانقش، انا زهقت خلاص وعايزه امشي. انا كمان تعبت بصراحه. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي والصبح نيجي فريش نكمل، عشان انا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق، بس انا مش عايزه اروح البيت عند صباح وشريهين واقعد في بيتهم. انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي. طب ابات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما قلتش حاجه، انا اسف. بس انا نو واي اروح ابات عندهم. انا هكلم اصحابي كلهم حد حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح ابات عندهم. بس انا مش عارفه ليه حاسه ان الناس دي عندهم حاجه مهمه. انا مش عارفه هي سايبانا الست دي نعمل بيها ايه بقى، وجي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع؟ انا مش فاهمه. اقطع دراعي، ما كانتش البت دي خدت المجله وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا ازاي بس؟ لا طبعا، تلاقيها راحت تجيب حاجه وجايه، اكيد يعني مش هتهرب وبتسيب الست دي هنا. تجيب ايه؟ انت اصلك هبله يا بنتي، زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعده بتعد فيها هي والمحروس اللي معايا بتاع الكيه ده. هاي شريهن حبيبتي، عامله ايه؟ وحشتيني قوي. بصي انا جبت لك معايا ايه. الله الشبح الكبير، شفت بقى ظلمتها، كانت بتجيب لي الشبح. سبحان الله، لسه بقول لهم اكيد استاذه نيلي اتاخرت عشان بتجيب الشبح. ياض انت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمجال؟ ايه يا بنتي اللي ايه ده ايه ده؟ طب تصدقي انت يا ست الكل ان انا اقول حاجه زي كده؟ اصدق عادي جدا. ايه ده، ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجة من الصبح دي، عملت لها سندوتش ما كلتش، عملت لها شوربة ما شربتش، حطيت لها فول ما فولتش، جبت لها دورة ولب خشابي ما أزأزتش، وقعدناها على المقاشة ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانة، بس هي بتاكل أي حاجة عادي. طيب اقوم احضر العشاء، زمانها جاعت. اعملي لي سوشي. ايه عارفاه، مش ده العدسه ابو جبه؟ ايه ده انا فيه كده. وانا خالتي اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وانت ايه، حد قال لك ان انا يا روح امك فتحها سبيل؟ ما تقوم يا واد تهز كتفك وتغور من هنا، الوقت اتاخر، مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. حلوه سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم. في ايه؟ قوم يا رحمه. طب هاكل لهم يا ولد. قوم يا وريني عرض كتافك يلا. طب سندوتش في السريع. سندوتش في عينك، حتى قال لك ان انا بربي عجول. طب انا ما خدتش سمعتها. انت غور من هنا كتكدايا. شوشو رن لك تكلميني. انت جايبه لنا من الهدايا دايما كده على بطنه على بطنه، كتكنيله في تنقيتك. خلاص يلا يا ابلامين. يلا يا حلوه تعالي ورايا عشان تقولي لي اللي انتي طالباه ده العدسه ابو جبه بيتعمل ازاي. تعالي الشبح، خدي عينك فيه. هاتي المجله بقى عشان احل الكلمات المتقاطعه. على فكره انا اوريدي حليت الكلمات المتقاطعه. حليتي الكلمات المتقاطعه؟ يعني انتي ما روحتيش تجيبي حاجه بقى زي ما قلت؟ لا والله، بس انا كنت قاعده في العربيه زهقانه يعني، وانت عارفه سيف بيفضل ساكت فقلت اتسلى. طب هاتي المجله. انا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقطعه ولقيت ان الحل في ستوري في المجله اسمها حفيد الكرسان، وقعدت انا وسيف فور لايك ان اور بنحاول نفهم اي حاجه ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربيه، كان في اشاره زحمه قوي فكنا بنتسلى في ايه يا شريهان. ماشي انا تقريبا فهمت فعلا بالسرعه دي.
طب تصدقي بقى مش هقولك انا فهمت ايه؟ لا بليز قوليلي. لا بقولك بليز هقولك ايه تاني؟ قوليلي لو سمحتش. لو سمحتش ماشي. فلايت كان اداني فلاشاية. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لمؤاخذة. اوكي فهمت. المهم الفلاشاية دي كان فيها الصور بتاعت المخزن بتاع مينا بورسعيد. العمال بقى كانوا بيجردوا المخزن فصوروه عشان يحطوا الصور دي في الملف بتاع المخزن. كان في بقى تقريبا حاويات هي نفس الحاويات اللي هنا دي وعليها شعار الشركة. تقريبا ولا اكيد؟ اكيد تقريبا. انت متخلفة بقى. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما انا معايا الفلاشاية في السلسلة. الفلاشاية والسلسلة في نفس الجملة؟ حرام عليك يا شريهان. انا هقوم اجيب الفلاشية. انا كمان هقوم اجيب اللابتوب. يلا بص يا نيلي هي دي. تصدقي عندك حق دي شبه اللي في المجلة بالظبط. يبقى اكيد جواها الفلوس. طب وبعدين؟ مفيش، احنا بكره نطلع على بورسعيد وانتي تكلمي لنا سيف عشان يجي يودينا. لا 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 سيف مش هينفع، احنا سحلناه معانا النهارده وبعدين تقريبا هو قال انه مشغول بكره. طيب خلاص مش مشكله، هكلم الواد هاني يجيب لنا اي حاجه نروح بيها. بقولك ايه، اعملي حسابك هصحيك الصبح بدري. طيب اوكي انا هدخل انام بقى عشان هصحى بدري. جود نايت. انت من اهل يا نيلي. اصحي يا نيلي، الواد هاني جاي دلوقتي. يوه بتدي متعبه هتغلبني. بقولك ايه يا حاجه، نيلي صحيت؟ روحي اعملي لي شاي. شاي؟ طب ماشي هعملك شاي. نيلي صحيت؟ نيلي بخ بخ. مش عارفه انت جدتنا ليه بقلطتك دي. نيلي اصحي يا نيلي. يلا يا نيلي، الواد هاني زمانه تحت بالعربيه. يا بنتل شفت هربت بنتل وقتي عشان لما اقول لك كلمه تبقى اسمعيها. انا من الاول قلت لك البنت دي مش تمام وشكلها تاخد الفلوس وتخلع بيها. مش انت اللي قلت لي قبل كده دي بنت ناس ومستحيل تعمل كده؟ ده امتى ده؟ انت هتستعبط؟ يلا طب يلا عشان العربيه مستنيانا. والله ما كان له اي لازمه ان احنا ناخد عربيه مخصوص واحنا لاقيين الفلوس. يا بنتي ده سواق لقطه، اصلا قفشته كان بيتخانق مع ناس فسلكته من الخناقه وقلت له على المشوار وريحني في السعر. طيب ماشي. صباح الفل يا اسطى. صباح الفل يا باشا. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ ايه ده، ما انا قايل لك بورسعيد. لا مؤاخذه يا باشا، معلش انا اسف نسيت. توكلنا على الله. تحب تاكل دلوقتي؟ شكرا. ساندوتشز حلوه قوي. مش عايز. في ايه يا سيف، انت متضايق من حاجه؟ طبعا متضايق. يعني ايه ننزل من غير شريهان؟ على فكره هي لها في الكنز زي مالكي بالظبط. ماشي، لان هو جدها زي ما هو جدك، ولا انت عايزه تاكلي حقها؟ ممكن مالكش دعوه بالموضوع ده. اوكي. الراجل نسي يحط لي شوجر. ايه على السخافه. عندك تيشوز عشان بنطلوني باظ؟ انت بتعملي ايه في العربيه بتاعتي؟ قاعده تفعكشي فيها وتنكشي فيها. العشوائيه دي بتوترني بتوترني. سوري. مفيش حاجه، تسمع مزيكا. اوكي. سيف. نعم. أنا مش عارفة أشكرك إزاي على الحاجات الحلوة اللي أنت بتعملها معايا. أنا مبسوطة قوي إن أنا عرفتك بجد. فعلا أنت من الناس الجنتل اللي أنا مبسوطة إنهم في حياتي. أنا اللي مبسوط إن أنا عرفتك. وبعدين أنا ما عملتش حاجة. ده أنت يعني تأمري اطلبي. ممكن بليز نغير الميوزك القرف اللي إحنا بنسمعها دي؟ مش عاجباكي؟ خلاص ممكن أشغلك موتسارت ولا بيتهوفن. بيتهوفن إيه يا حبيبي؟ أنت خارج مع جدتك. حبيبي جدتك مش هنشغل حاجة اهو. عندك اوكسيلري؟ خدي ايه واكس اهي مش زرقاء. بياما I came in like
on the shelf, fight for that white coat. قاعدة تتفططي تتفططي وتسقفي في ايه؟ مش عارف اسوق منك موتراني، انا متوتر مش هعرف اسوق، اعمل بيك حادثة اخش بيكي في عمود. سوري. مفيش حاجة. تاكلي كيكة؟ اوكي. انا جايب اتنين، واحدة ليكي وواحدة ليه؟ انا مش بحب دي عشان مش حلوة. مش حلوة ليه؟ بيبز كريم كده وانا بحب البالشوكلت. طب ما هي بتبز تشوكلت. خلاص خلاص. يعني المخزن اللي جوه المينا ده هنخش هنلاقي جوه الفلوس؟ ممكن، وممكن نلاقي عدد تاني ولغز جديد. لغز جديد؟ طب افرض ان شاء الله ما عرفناش نحل اللغز الجديد، يبقى كده خلاص الفلوس راحت علينا؟ بعدين يا هاني، بعدين نتكلم في الموضوع ده. خلاص. لا، ايه حكاية اللغز ده يا باشا؟ ايه ده ايه ده؟ انت مالك انت يا اسطى؟ بنتكلم في مواضيع شخصية. باشا انت حامي علينا ليه كده يعني؟ المسافة طويلة دي لما نكسرها. الله، خد عفر يا باشا، خد عفر. تسلم ايدك. موضوع اللغز ده. طب بتخوفني ليه؟ مفيش يا سيدي، جد المدام عقبال امتك سايب لها فلوس زي الرز. فلوس زي الرز؟ بس لازم تحل اللغز. بس لازم تحل اللغز. بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. والله عددك يا باشا مش ماشي في ده. كامل يا باشا. وبعدين واللي وبعدين؟ ما تخليك في حالك يا اسطى، قلت لك دي مواضيع شخصية. مواضيع شخصية يا باشا؟ احنا يعني بنكسر مسافة الطريق. الله، دينا بندردش يعني. خد طري على قلبك يا باشا، خد. اتفضل يا باشا. سوري لمؤاخذة. تسلم ايدك، تسلم ايدك. يا اسطى الطريق فاضي. انا افتكرته مليان. انا اسف يا باشا والله. السواق ده مجنون. راجل حلوف قوي. كمل يا باشا. وبعدين؟ مفيش يا سيدي. اصلا انت عارف مجلات ميكي جيب اللي هي بتاعت العيال الصغيره دي؟ هو حد ما يعرفش ميكي جيب بتاعت العيال الصغيره دي؟ اهو جد المدام بقى هو اللي كان بيكتب المجلات دي. والله العظيم. والله. جد المدام هو اللي كان بيكتب المجلات ديت. والله وانا بشاف من بدري. والله العظيم يا اهلا وسهلا يا الف اهلا. انا حظ من السما والله ان انتوا جيتوا معايا. الله يكرمك، الله يكرمك. نمرهم بقى وعمل ايه؟ ساب لهم بدل الفلوس مجله. ساب لهم بدل الفلوس مجله. دور ايه يا هاني؟ هو السواق ده معرفه ولا حاجه؟ معرفة منين؟ أنا أول مرة أشوف. أمال شايفاك العشا مواكلك وعمال تغي وتلت معاه ليه ده؟ ما تفهميش، سبحان الله قلبي كده اتفتح له أكن أعرفه من زمان. وبعدين أنت قلقانة من إيه؟ هنشوفه فين ده تاني أصلاً؟ ولا باشا والله يا قلبي اتفتح لك كده لله في لله. كمل يا باشا. بعد ما ساب لهم المجلة حصل إيه؟ عمو بتقلقني كده ليه؟ ما أنا كنت بحكي لك عادي. وبعدين قلت لك دي مواضيع زفت شخصية، خليك في حالك. يا باشا يعني أدينا بنكسر المسافة. الله والله أنت بتنرفز شكلك عشان جعان. طب خد خد يا باشا افطر، انت شكلك ما اكلتش لحمه بطنك. تسلم ايدك. بس لا ما يصحش، عند اكيد فطارك برضه. لا لا مفيش مشكله، بجيب انا من اول زران. ها موضوع المجله ده ايه؟ انا اقول لك. تقريبا هي دي البوابه. انزل بسرعة شوية. ايه في ايه؟ هموت وادخل التواليت. انت مش لسه داخل الحمام من 3 دقايق وانا واخد معايا بنت اختي سندباد؟ سيف متعليش صوتك عليا، انت ازاي بقيت تتعصب عليا كتير قوي كده؟ انا اسف بس معلش اصل ما اعرفش، تقريبا في حاجة في شخصيتي بتخليني اتعصب فجأة وما اعرفش ليه. ما تزعليش مني، دي تركيبة. نيفر مايند. السلام عليكم. هاي. وعليكم السلام. رايحين فين يا استاذ انت وهي؟ رايحين فين يعني ايه؟ داخلين. داخلين فين يا وكلام من غير بواب؟ داخلين جوه المينا. ما انا عارف ان انتوا داخلين جوه المينا، يعني داخلين مول. داخلين تعملوا ايه؟ داخلين التواليت. هتهزري؟ انا مش بهزر. بص انا عندي مخزن جوه بتاع بابي، وغير كده انا عايزه ادخل التواليت. بابي مين؟ بابي عبد الله. عبد الله مين؟ ما في 100 عبد الله جوه. عبد الله مكاوي، صاحب مكاوي جروب. ممكن تسيبني ادخل؟ ما ينفعش تدخله. اولا لازم يبقى معاكوا تصريح، ثانيا المخزن ده محجوز عليه، يعني مش هينفع تدخله اصلا. على فكره لو ما دخلتناش الموضوع مش هيعدي على خير خالص. بتهدديني؟ طب اتفضلوا بقى. يعني مش همك. ما يهمنيش حاجه طول ما انا بنفذ القانون. طب لو سمحت، من فضلك لو سمحت، ممكن ادخل التواليت؟ لا.
طب تصدق بقى ان انا هدخل التواليت وريني هتمنعني ازاي؟ ما ينفعش يا استاذه ما تخليش استخدم معاك العنف. انت ازاي تمسكها كده؟ ده لو هديكوا في 60 داهيه تودي مين يقعد في 60 داهيه؟ انا اسف انا عندي تركيبه شخصيه كده معينه بضعف جدا وما بعرفش وبنفعل في اوقات المفروض قولي له. ايوه فعلا هو عنده مشكله في شخصيته بيطلع وينزل كده. معلش طارق سيبك منه. بس انا عارفه ان انت بتشوف شغلك. خلاص احنا مش عايزين ندخل المخزن بس من فضلك انسانيا خليني ادخل التواليت. مش هينفع. انا مش هينفع ازاي؟ لو سمحت دخلني التواليت. يا الناسه عارف لو بس انا اسف مش لسه كنت بقول لك انا بنفعل. ايوه فعلا هو بينفعل. لو سمحت دي حاجه بس لربنا. لو سمحت خليني ادخل. قلت مش هينفع. استنى يا باشا دول ارهابيين اوعى تخليهم يخشوا. شفت صورهم في التلفزيون. مظبوط يا باشا ده دكتور سعيد حساسين كان لسه مستضيفهم وقال ان هم هيفجروا المينا بالارهاب البديل. اكيد مش هيصدقوكي. انت غبيه قوي لان مفيش ارهابيه بنت وكمان بلوند ولابس. حضرتك يعني ده ستايل ارهابي؟ يعني ايه ارهابي ده؟ هروح افجر مساطر وكشاكيل؟ ده حاجه غريبه جدا. يعني حضرتك عايزه تفهميني ان جده ميكي ساب لماما ميمي لغز ميكي؟ ايوه والله العظيم هو ده اللي حصل. وبندق بعدها خدكوا وداكوا المرسم عشان تحلوا اللغز الجديد؟ اكزاكتلي. وانتوا بقى حليتوا اللغز ورايحين تجيبوا الكنز. اهو شفتي الكنز كنز زي ما انا بقولك. انا مش فاهمه ايه موضوع الكنز ده. هي فلوس عادي حضرتك فلوس ورث يعني. فلوس. معلش انا اسف خديني على قد عقلي يعني معلش اصلا انا اوفر شويه. طيب انتوا رايحين تقتحموا ميناء بورسعيد ليه مثلا ما خدتوش راي حد مهم؟ عم دهب مثلا؟ ايوه انا نسيت اقول لحضرتك عم دهب كان شريك جده ميكي بس بندق قال لنا ما نقولوش عشان هو راجل يعني مش مظبط. طيب ليه ما خدتوش مثلا راي حد ثقه يعني مثلا الجده بطه مخترع عظيم زي عبقريني بطوط وانا عارف ان هو في مقام خالكم مش انتوا سوسو لولو؟ لا عارف ماهر اللي بيركب مازنجر؟ يبقى ابن عمي انا وهو كده. ار يو جوكينج جايز؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لك محدش هيصدقنا. مش هيصدقنا ليه؟ احنا جايين نلعب يعني. استنوا بقى اسمعوني انتوا قانونا ما عليكوش اي حاجه وتقدروا تروحوا بس يعني الحق يتقال انا المفروض احولكم لمستشفى الامراض العقليه بس بما انكم يعني شكلكم كده محترمين ولاد ناس انا هسيبكم تروحوا بس يعني نصيحه روحوا اكشفوا احسن. طب ممكن معلش اطلب من حضرتك طلب؟ طبعا. ممكن ادخل التواليت بتاعك؟ تدخلي الحمام اللي تحت؟ ما انا فعلا كنت داخله الحمام اللي تحت بس الريحه رهيبه واصله لغايه الطرقه. اول ما دخلت حسيت ان انا بدوخ وهرجع فما قدرتش. سالت العسكري على تواليت تاني قال لي في تواليت عند حضرتك او اتصرف في الجنينه فما فهمتش يعني ايه علاقتي بالجنينه. ابعها لكم دلوقتي ولا ايه؟ مش فاهمه يعني. فبستاذن حضرتك ادخل التواليت بتاعك لو سمحت. وخصوصاً إن في الحمام اللي تحت في رسومات مش لطيفة طبعاً عيب وما يصحش حد يشوفها وفي كلام ما ينفعش نقراه دي بنت. طيب لو عايزة تدخل الحمام بتاعي اتفضلي أنا ما عنديش مانع بس يعني أنا ما انصحكيش. ليه؟ لأن أنا لسه خارج من الحمام وبصراحة أنا يعني فطران عجة وشكشوكة. طب إيه المشكلة؟ لا مشكلة هو عجة دي يعني بيجيب عجينة طعمية بجنيه ولا بنص جنيه ويجيب بيض ويحطوا بقى على بعض ويحطوهم في طاسه زيتها قديم كده اسود. الشكشوكه بقى بيض بصلصه. ايوه خلاص بصل وفلفل. خلاص نمشي احسن. نمشي. لا 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 استنى هو يقدر يمشي انت هتستني معانا شويه. ليه؟ لان انت معكيش بطاقه ولازم تجيبي حد يضمنك. طب حضرتك ممكن اضمنها انا؟ انت هتهزر يا ابني ما انت ممسوك معاها. مش حضرتك لسه ماشيين دلوقتي؟ خلاص اجي لك اكني لسه جاي اضمنها عادي ما فيهاش حاجه. بقول لكم ايه؟ انتوا بجو الكرتون اللي انتوا عايشين فيه ده انا ما اضمنكش انت اساسا. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك تشوفي اي حد تعرفيه هنا في بورسعيد تجيبيه يضمنك. لا مش قادره. اي ونت بي مش قادره خلاص. اظن انا بقى كده عداني العيب وازح. جيت لك وضمنتك وخرجتك. ايدك بقى على العدد. انت ليه عايزه العدد؟ انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ طبعا مش واثقه فيكي. واعملي حسابك من النهارده لحد ما نلاقي الفلوس العدد ده هيبقى معايا انا. شاري حبيبتي انت لسه فاكره ان انا هربت منك؟ انا غلطانه بجد. انا غلطانه ان انا ما صحيتكيش. كنت نايمه كده وغلبانه قوي فصعبتي عليا قلت اروح بسرعه وارجع لك. صح يا سيف؟ صح طبعا. قالت لي عد عليا قبل ما شاري تصحى بدري وتلهت الفلوس كلها. شفتي بقى؟
طلعت خايفه عليك اهو. بطلي ظن بقى. انا اول لما شفتها قلت لك يا بنتي دي بنت اصول، لا يمكن يطلع منها الحركات دي ابدا. ثانك يو. انت يا دوب رجعت للكيمياء ولا ايه؟ امال مين اللي كان طول السكه عمال يسخن فيا ده؟ لا انت بتتخانق لوحدك، دي مشكلتك انا ماليش دعوه. لا يا جماعه مش هنقعد نهري هنا طول اليوم، انا هموت وادخل تواليت والا كده يعني هزريت الدنيا. طيب ما يلا يا جماعه نقعد على اي كافتيريا على البحر، يعني اللي عايز يفطر يفطر، اللي عايز يزريت يزريت، اللي عايز ينزل الميه ينزل الميه. في بنانا بوت؟ اه في بس غاليه شويه. ادفع 150 جنيه هديك 500. لا لا لا, لا, لا انا مش هستناكوا خالص، انا مش قادره استحمل. بابي العدد اتفضلي. ما تهزرش يا هاني، يعني انت كنت بتمشي في المنطقه وانت صغير من غير بنطلون؟ امال استنى يا عم سيف لما حد يشد لي البنطلون. لا ناصح معلش ثانية واحدة، عشان مش أول مرة يحصل لي الحركة دي، حضرتك مش سايبة كلينكس جوه ليه؟ إيه ده؟ جايز أخيراً أخيراً دخلت التواليت، بس الحمام غريب قوي ما فيهوش ولا صابون ولا حتى هاند لوشن. بقول لك إيه، معاكي أنتي بكتيريا؟ أنتي هبلة يا بنت أنتي، وأنا همشي بكتيريا ليه أنا في شنطتي؟ أنا ما قلتش بكتيريا. إيه ده؟ لمع باشا لمع. لا لا بسكوتش معلش المره الجايه. يعني مش هنستنفع منك باي مصلحه. معلش المره الجايه المره الجايه. طب شكي شكي مرزوقه تعالي جنبي، شكي شكي مرزوقه تعالي جنبي، تعالي جنبي. بقول لك ايه، بقول لك خش على الباشا بيحب الفلكلور ده. هو اتلمع يا باشا. خد لما علي النضاره دي مبصمه. عايزها نفس اللون ولا غير لك لون؟ المهم اشوف بغض النظر. خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمه هديه. بجد؟ اه والله. ماشي انا موافق. المهم يا جماعه دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخش المينا بقى ازاي؟ بقول لكم ايه؟ انتوا مفيش اي حد فيكم يعرف اي حد في المينا هنا او ظابط؟ لا ما نعرفش. تعرف انت؟ انا بص انا ليا اتنين صحابي ظباط، واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث. ما حلو المباحث ده؟ لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء. انا ما اعتقدش حد اعرفه هينفع يدخلنا. طب يعني ايه؟ هنروح يعني ولا ايه؟ احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز. اقسم بالله كنت متوقعه منك. اتجننت يا بت ولا ايه؟ عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه؟ ثانيه واحده بس، مين عبد العزيز ده؟ ايوه صح، مين عبد العزيز ده؟ قريب ابن خال امي، امين شرطه هنا في بورسعيد، بس كان عينه مني. عينه منك يعني ايه؟ يعني كان عايز يتجوزني بس انا نفضت له عشان خاطر دبدوبي دوبي. طب ايه المشكلة دلوقتي انك تكلميه؟ ايوه صح، المشكلة انك تكلميه. مشكلة انه عيل لازق كده وملزق. معلش يا شريهان لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونة وكلميه. هو ايه اللي لو هينفعنا؟ بتقولي ايه؟ وانت مشكلتك مع انه هو لازق وملزق بس؟ انت ايه مشكلتك؟ ايوه صح، انت ايه مشكلتك؟ شات اب، انت مين؟ لا مؤاخذة. هيا هاني ايه مشكلتك؟ برضه هتقولي ايه مشكلتك؟ يا ست كل بتقولي كان عايز يتجوزها، يعني عينه فيها. أزور يعني ولا ايه؟ ايوه ما مشربهاش وسابها لك انت شربتين. بس يا عم انت خليك في حالك، خليك مكاني يا عم سيف. ايه دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها، يصح كده؟ لا طبعا ما يصحش. تسلم يا نخوه. سيف يصح. ايه ده يا ابو الرجال؟ وانا ينفع امتني عن الاجابه؟ طيب هاني مش هي دلوقتي خطبتك واختارتك انت في الاخر؟ انت مش واثق في نفسك ولا ايه؟ لا الحمد لله عندي ثقه وكرامه وكل الحاجات الحلوه دي، بس انا لو سبتها اتكلم الواد المقاحل اللي كان بيلغيها من زمان دهوت ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي. الكلمه دي عيب؟ لا خالص. طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي، شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر. فلوس؟ فلوس ايه؟ بيعمل ايه في حياتي ده؟ بيعمل ايه؟ بيلمع ركبي. ما خلاص يا عم هتلمع في خادي. لا مؤاخذه اصل افتكرتها بوت. بوت؟ ما انت كده انت جاي بتعزف على رجلي. معلش يا استاذه نيلي خليها فرصه ثانيه ان شاء الله. وعلى راي المثل قطمه احسن من نحله. نحله ايه؟ انت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني؟ انا ما قلتش نحله اصلا. من الاخر كده يا جماعه اشوف لكم حل تاني. شوشو مش هتكلم عبد العزيز. هاني فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي ان عندك احلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس؟ دلوقتي لو شريهان كلمت عبد العزيز احنا هيبقى معانا الفلوس دي؟ افكرك؟ قلت لي انك هتتجوز شريهان وهتجيب شقه في حدائق الاهرام عند الخوفو وهتجيب عربيه وهتعمل ألبوم زي أصحابك الأهلوية الدخلوية. أيوة الدخلوية. وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتوب عليه الثقافة اللي مش هنتقلب، وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن من التواجن للتحرير. طواجن إيه؟ طوابق whatever. هاي هاني قلت إيه؟ وافق بقى. وافق بقى. وافق وافق والنبي. والحلو والنبي تبسم للنبي للنبي تبسم.
خلاص يا جماعه اللي انتوا عايزينه اعملوه. هكلمه يا دبدوبي. كلميه بس انت اصلا معاكي نمرته؟ ما مسيفه عندي. متسيفه بقمرت ايه ان شاء الله؟ ما هي دي الشريحه القديمه اصلها. الو. ايوه يا زوزو. اي عبد عزيز ازيك؟ الحمد لله. وانت كمان؟ وانت كمان. قال لك ايه؟ وانت كمان وحشني قوي. عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني، مش فارق لي قوي. بقولك ايه، انا في بورسعيد وعايزه اقابلك. لا مش هينفع بالليل. هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل؟ لا لازم نقابلك دلوقتي. انت فين؟ طب ده انا جنبك قوي، 10 دقايق وابقى عندك. يلا مع السلامه. يلا يا دبدوبي يلا. مالك ملهوفه كده ليه؟ يلا عشان نلحقه بس. ثانيه واحده، احنا هنروح كلنا. انا بعد كده كل خطوه هتبقى رجلي على كتفك. اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك، انما دي مش راكبه. Whatever. افهمي، لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق، فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه، وبعدين ما تقلقيش انا ماليش في الحركات دي. ها يلا يا بابي. يلا يلا عشان نلحق نجيب له هديه كمان. انت هتزيد بقى ولا ايه؟ يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني. بقى حاسب لنا سيف عقبال لما نيجي. بس انا حاسب لك. وايه الجديد؟ علمت عليكي. بس يا سفروت. بس هي بصراحة علمت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. لا مؤاخذة، اصل بلمع اوكر. امشي. يا عم امشي بقى. اوف. لما انت بتبيع جوافة. ايه ده؟ سيف بقولك ايه؟ ممكن تطلب لي حاجة اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع. في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجة بقى بليز. اجيب لك سرنباق ولا بكلاويز؟ ده ديزرت؟ لا ده ديزرت البحر، ده غير ديزرت الشيطان. بس شكرا يا عم، احنا داخلين هنا. ده طبعا. فين يا ابني عماد باشا؟ وانا اعمل كل حاجه بنفسي يا حبيبي. الشمس كلت وشي. انا بعمل تان، حد يستعجلهن. ابو عزيز اقبضوا عليها. لا ايه ده، دي بنت خالتي، عديها. اوعى يا عم. شكرا. عامله ايه؟ ازيك يا ابو عزيز؟ منوره. اتفضلي. شكرا. منوره يا باشا. كرسيين يا ابني. ايه يا بت، ما حشكيش الزز ولا ايه؟ نسيت اعرفك، هاني خطيبي. هاني ايه؟ خطيبي. مفاجاه صح؟ معاك بطاقة يالا؟ ايه مالك متوتر ليه؟ يا عبد عزيز بطل هزار، يموت في الهزار من وهو صغير والله. خلي بالك من هزاري. ماشي. رجع يا ابني كرسي. ليه مكسور ولا ايه؟ لا ظريف ولذيذ. ازيك يا بنت خالتي؟ الحمد لله. كده ما تسأليش على الزوز ولا حتى تسألي على خالتك. معلش بقى. ناسية لما كنا نلعب في بير السلم. تلعبوا ايه في بير السلم؟ باتيناج يا هاني، باتيناج أطفال. اه بس اتفرج عليها بعد الباتيناج، كانت تقعد ترقص لنا الوش الفجر. ترقص لمين يا غندوره؟ كنت عيل عندها 7 سنين وبشنب كده يا هاني. اتفرج عليها وهي بتتحزم بالشنب وبترقص شيك شاك شو. كنت بتعملي كده فعلا؟ طفله يا هاني، طفله عيله بنت. وايه اللي طفله؟ مالك يا دفش لياد، انت مبرشم ولا ايه؟ طلع اللي في جيوبك. لا بقول لك ايه، انا مش هتفتش غير في الاسم. برشام ايه بس يا عبد عزيز؟ ده هاني ده راجل محترم ومبطل بقاله 4 شهور. لا هرجع له بقى. طب كني يالا. امورين يا بنت خالتي. معلش بقى يا عبد عزيز، كنا عايزينك في مصلحة كده. يا سلام، ده انت الغالية تأمريني، ده انت جاي من سفر. ثانية واحدة، تأخر يالا. اتفضل يا عماد باشا. اتفضل يا باشا. لا مؤاخذة قلبها مضيافة بس، دول قرايبي، دي قريبتي والواد ده ما اعرفوش. هات يا ابني قهوة. مظبوط. ايه يا باشا؟ قهوة. مظبوط. قهوة مظبوط للباشا يا ابني. ايه يا عبد عزيز، ايه اللي بيحصل عندك؟ مفيش يا باشا، أنا لمحت جسم غريب وبحكم خبرتي وحنكتي في الداخلية أنا شاكك إن هو قنبلي. فين هو الجسم الغريب ده؟ هات يا ابني الكيس الأسمر اللي تحتك. أنت ما بتعرفش توطي ولا إيه؟ لا يا خفيف، هات يلا. بص يا باشا، هو يبدو للإنسان العادي إن هو قنبلي، بس أنا شاكك إن ده يكون منبه. اشتبه إيه يا ابني، دي قنبلة. جبت القنبلة منين يالا؟ يلا اجري هنموت هنموت. يالا اجري. عارفة يا نيلي؟ دي أول مرة أقعد فيها على البحر مع واحدة لوحدينا. أنت بتهزر صح؟ بهزر إيه؟ أصلك قلت لي عارفة يا نيلي أول مرة، عارف يور لايك مسلسلات يعني.
على فكره انا ما بهزرش، وعلاقتنا اصلا ما تسمحش بالهزار. طب انت ليه قفشت؟ انا بهزر معاك. ما قفشتش، لو سمحت ما تهزريش معايا عشان علاقتنا ما تسمحش بكده. يا جامد سيب النعجه الخروف. على فكره ده عاكسني وشتمك. لا على فكره ده عاكسني انا وشتمك، لانه قال يا جامد مش يا جامده. هو لو عكسك انت وقال يا جامد وانت مبسوط بالكلمه يبقى المشكله اكبر بكتير. انا مش مبسوط، هو شايفني جامد، لكن انا ما قلتلوش يقول لي يا جامد. بس هو قال النعجة، سيب النعجة يا خروف، فانت الخروف لان النعجة دي اكيد هي البنت. ما انت النعجة يعني شتم زي ما انا قلت. هاي بس هو يشتمني، انت سايبه يشتمني يعني؟ خد يلا يلا، انت بتشتم مين يلا؟ خد يلا يلا، ما حدش رباك في بورسعيد يلا خد. والله اهو خروف قوي، نعجة قوي. بص انت بتعمل ايه؟ الحركة دي تبك المسلسلات. مسلسلاتي والله بجد، بيكونوا قاعدين كده على البحر والولد بيكون بيرمي توب وكمان بيصوروهم من ظهرهم عشان يبينوا البحر، وهم بيكونوا بيكلموا عادي. على فكرة انا عايز اجيبها في اخر كونتينر اللي فوق ده. ايوه ليه يعني الماسكة دي؟ جر يلا، ما عرفنا انك ظابط. خلاص خلاص نيلي نيلي خدي يلا. ده بقى عبد العزيز قريبي، وده مستر سيف مدير الشركة اللي أنا بشتغل فيها، ودي نيلي السكرتيرة بتاعتي. يا دين النبي، بقى دي السكرتيرة بتاعتك أنت؟ شفت الزمن يا أستاذ عبد العزيز؟ أنبليفبل. إيه؟ فعلاً يطلع من الزفار جمبري. عيب يا عبد العزيز أنا واقفة. لا مؤاخذة يا بنت خالتي. طب ما تقعدوا يا جماعة. اتفضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا. اجري يلا هات لي قهوة. لا على فكره في اهواجي يا باشا، ممكن تطلب منه اللي انت عايزه. ايه دي المعلومه الجوهريه دي؟ ما انا عارف في اهواجي، عايزك انت تجيب لي قهوه. ليه يعني؟ بكرهك يا اخي. ماشي قهوتك ايه يا باشا؟ مانو. لا انا ماليش دعوه انت بتدلع بتقول لها يا مانو ولا يا ناني، انت قهوتك ايه؟ لا ده انت لذيذ كمان، انت تجري تجيب لي القهوه المانو وميه سقعانه. ميه ايه؟ سقعانه. انت بتضحك عليا. ميه سقعانه. بورسعيد نورت يا ست الكل. ثانك يو، ميرسي قوي. أمريني. الأمر لله يا عبد العزيز، زي ما أنا قلت لك كده بالظبط، عايزينك تدخلنا المينا، ولا أنت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيرة بتاعتي؟ لا لا هو أنا أقدر، بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينا شدة شوية، وأنا لو دخلتكم على مسؤوليتي هتأذي، يرضيكي؟ أنت بتكلمني ليه؟ هي اللي بتكلمك على فكرة. إيه ده هي اللي بتتكلم؟ أصل أنا فاكر يعني الصوت سابق الصورة. ده احنا جايين لك من اخر الدنيا، هتكسر بخاطرنا ولا ايه يا عبد العزيز؟ وانا اقدر اكسر بخاطرك يا حته كنافه؟ ده غريب جدا، انت ليه بتبص لي انا؟ هي اللي بتكلمك، هتدخلنا المينا ولا ايه؟ هو الموضوع عايز شويه ترتيب بس ما تقلقيش. طيب لا احل قهوه هنا قدام عبد العزيز باشا. القهوه دي مانو ولا؟ ما القهواجي هم تساله هو. يا دي انت ليه مصمم تقول معلومات مهمه؟ ما انا عارف انه القهواجي، فاكره صاحب المكان. غور ياد من هنا. اجري هات لي علبه بوكس. مش هجيب. هات لي علبه بوكس ولا تركب البوكس. خلاص بقى يا عبد العزيز سيبك منه وانا هبقى اجيب لك البوكس. ماشي بس ما تقعدش. ليه يعني؟ ما بحبكش يا اخي، خليك واقف كده. معلش يا هاني، اللي يعمل ظهره قنطره يستحمل الدوس. ما قلتليش يا باشا انتوا عايزين ايه بقى من جوه؟ عشان انا ليا حبايبي وممكن يجيبوهولك. جوه فين بالظبط؟ من جوه المينا. جوه. ده سؤال ذكي جدا. ميرسي. والله احنا كنا عايزين من جوه، كنا عايزين نوصل لكونتينر. ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في المينا ومش عارف يعني ايه كونتينر؟ ما بحبش اختلط بحد. بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده نجيب. هنجيب ايه؟ ورق. هنجيب ورق من الكونتينر. عايزين ورق مهم لازم احنا اللي نجيبه بنفسنا من جوه. بص يا ست الكل. لا 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 كده بقى كتير قوي. لا انا بلفت انتباهك بس، هو الموضوع يعني معقد حبتين، بس انا هظبط اموري وهبقى لغيكي. ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي؟ Do something. لا هتشتم بالامه دوس على قلبي عادي. ركز معايا انا يا عبد العزيز، وموضوع التليفونات ده ما بيننا، انا كنت متاكده ان انت هترجعنا من بورسعيد مجبورين. وانا اقدر اكسفك يا بنت خالتي. طب بالاذن انا بقى، لا اله الا الله محمد رسول الله. عايزك في كلمه يا بنت خالتي. ماشي. راح فين يالا؟ جاي معاك. خليك هنا. ليه ان شاء الله؟ يا اخي مالكش قبول عندي، ما بحبكش. وسع. عبد العزيز بيه. ايوه. انا شفتك فين قبل كده؟ انت تعرف النقيب علي ربيع؟ لا انا اعرف المقدم محمد انور. لا يبقى ما تقابلناش. صلوا على النبي يا جماعه قولوا. شفته؟
عندها حق على فكرة، هو اللزج وملزق قوي، مع إن الناس اللي هنا مش كده خالص. ليه؟ ما هو لذيذ أهو جدا. هما بيقولوا إيه كل ده؟ أكيد بيقول لها ما تسيبك من البقى في اللي اسمه هاني ده واتجوزيني. ما تحلوش عامل حلو. أو عارف ممكن يكون بيقول لها إيه؟ سيب النعجة يا خروف. زي ايه عامل فيه؟ كان بيقول لك ايه؟ قال لي انه موافق انه يدخلنا المينا بكره بس بشرط. شرط ايه؟ يتجوز نيلي. ايه؟ انتوا بتقنعوني بايه؟ انا نو واي قابل اللي اسمه عبد العزيز ده تاني في حياتي اصلا. انتوا ما شفتوش نظراته اللي هي كانت عامله ازاي؟ انا كنت حاسه ان انا زي منى شلبي في فيلم هي فوضى. وانا كمان. أيوة. كنت حاسس اني هلا فاخر. ايه ده؟ بصوا انا ما شفتش الفيلم بس يعني كل يوم عشان خاطر الفلوس. انت شارب بانجو اكيد. هو البانجو بيشرب كده؟ البانجو بيشرب كده يا ماما. Whatever. شوفوا بقى هتعملوا ايه عشان انا هرجع القاهره دلوقتي. يعني ايه ترجعي القاهرة؟ عبد العزيز مش هيدخلنا المينا الا بيكي. يا جماعة انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده مجنون. ازاي عايز يتجوزها واول مرة يشوفها؟ طب يسأل عليها؟ افرضي طلعت شمال او اخلاقها مش كويسة، ده ابوها سوابق. سيف انت عبيط؟ يا ستي افرضي، قلت افرضي. انا مش عايزك تضعفي يا نيلي. معلش يا ستي استحملي شوية، مش انت اللي قعدتي تقولي لي معلش يا شريهان استحملي عشان خاطر الفلوس، وانت يا هاني كل احلامك التوك توك والخوف والتواجن، وجيت على نفسي ورحت له وفي الاخر طلع عينه منك انت يا عروسة. كلمة تانية وهديكي بالقلم على فكرة، انا مش بتكلم كده. يا ستي هو انت هتتجوزي بجد؟ احنا بنقولك يعني سايسيه كدهوت واستحملي غلاسته لحد لما يودينا المينا ونرجع مصر وكأن شيئا لم يكن. ما شفتش فيلم أربعة في المهمة الرسمية؟ نيلي أنا مش عايزك تضعفي. سيف ما تأفورش كده. أنا مش بأفور، أنا متضايق عشان الحرنكش البورسعيدي كله أخضر، تالت حرنكوشة خضرة تطلع لي، الأصفر هيطلع إمتى؟ في الموسم بتاعه يا حبيبي. يا نيلي، يا نيلي هنرجع بالفلوس وتطلعي أبوكي بالسجن وترجعي بيتك وترتاحي مننا ونرتاح منك، وعلى قولك لو هينفعنا يبقى سوريا لنفسك لمونة. أوكي هستحمله. ضعفتي ليه؟ ضعفتي ليه يا نيلي ليه؟ عشان لازم اعمل كده. ليه يا رب؟ خد يلا تعالى، خد شاكل اللي مالوش طعم زيك. الو الو. ايوه يا عبد العزيز. ازيك يا شوشه بنت خالتي؟ ايوه يا عبد العزيز باشا، انا جبت لك العلبه البوكس والميه الزعلانه. الميه السقعانه. خليك في حالك ياد يا رخم. ها قولي لي يا شوشو، في اخبار حلوه؟ عيب عليك ياد، ان شاء الله هتنول المراد قريب. والله انا قلت ما يجيبها غير شوشو بنت خالتي. هو انا عملت حاجه؟ ده انا يا دوب جيت بس افتح معاها الموضوع لقيت عينيها وسعت ووشها نور وزي ما تكون كده. ايه لو كنت استنيت عليها شويه كانت قالت لي والنبي والنبي يا شوشو جوزيني الواد الحلو اللي اسمعني ده اللي اسمه عبد العزيز. معذوره برضه وانا ما اترفتش. اقول لك انا من اول لحظه خدت بالي ان في عينيها القبول. اقفل اقفل في وش السك. المهم يا عبد العزيز هنتقابل بكره زي ما اتفقنا عشان نخلص الموضوع بتاعنا ولا ايه يا قمر؟ لا بكره ايه، الموضوع فيه يجي اربع خمس ايام. اربع خمس ايام ليه؟ انا اقول لك، انا اصلا دلوقتي جيت المينا عشان اشوف الكونتينرات اللي انتوا بتقولوا عليها، طلع محجوز عليها. وهو برضه اربع خمس ايام حلوين تكون امي جت من الجونه عشان تعين العروسه. عشان الواحد يخدم بقلب. وهو خدمه المعرفه تفرق عن خدمه الاهل. اه قول كده، اعمل ايه؟ طلع زباله طلع زباله. ايوه يا زيزو انا نيلي. مش محتاجة تعرفي نفسك. يا سلام يا سلام يا نيلي، انت اصلا صوتك ما يتنسيش. وحشتني قوي. لحقت اوحشك كده بسرعه؟ ده انا يعني هما ساعتين، ده انت ما وحشتنيش. ما هي ساعتين دي مش حاجه قليله يا زيزو. يا لهوي عليها. ايه يا زيزو موضوع الاربع خمس ايام دول؟ انت مش عارف ان احنا مستعجلين؟ انا عارف والله يا نونة، بس انت يعني عارفه يا نونة. ايه نونة دي؟ لا يعني بقول لك نونة بدلعك، مش انت نيلي يتقال لك نونة، نونتي بنتي الصغيره. جغ جغ يا نونة. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ببوسك.
ببوسك ايه ده، انا حسيت ان الروج طرف عيني. انا زعلانه منك يا زيزو، معقوله اول طلب اطلبه منك ما تعرفش تعمله؟ لا والله، بس هو الموضوع يعني معقد شويه، انا استخدمت كل سلطاتي. هو صعب عليك بقى. طيب يا جماعه، كل واحد على قد امكانياته، زيزو مش هيقدر يخدمنا لانه يعني لسه على قده، خلاص احنا نشوف حد تاني اهم. لا 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 لا، استني عندك واظبطي الكلام، انت ما تعرفيش مين هو عبد العزيز. عبد العزيز لما يقول هيخلص حواري يخلصه. طب ايه رايك بقى انت بكره بالليل عند بوابه المينا، ولو ما دخلتوش هجيب المينا لحد عندكم. ثانك يو. ثانك يو على ايه؟ انت في ديك الساعه لما اخدم نونتي بطتي يعني مزتي. شوفوا هتبيتوني فين النهارده؟ ايه المكان ده؟ انا نو واي ابات هنا. بقولك ايه يا بت، انت انا اتخنقت من العوجه اللي انت معوجاها لنا دي، على قد لحافك مد رجلك. لحاف ايه في الحر ده؟ يوكي انا دخت. دختي من ايه يا كتكوته؟ الراجل اللي هناك ده عمل صوت غريب كده بزوره وبعدين راح تافه في الارض. امال عايزاه يعمل ايه؟ يكتم البلغم يعني لغايه ما يموت فيها؟ احمدي ربنا انه ما جاش لغايه هنا وتافه في شنطتك. كان يموت احسن بدل ما يقرفني. معلش يا حبيبتي، قصري على نفسك ليمونه ليله وتعدي. وبعدين ايه الشنط دي كلها؟ ده هو يوم صد رد. على فكره الحاجات اللي في الشنط دي تكفيني يوم، لبسي، جزمي، بيجاماتي، الاكسسوارز بتاعتي، ميك اب واوبشنز زياده. افرضي مثلا النهارده عايزه البس دريس، سكيرت، بانتس، انا حره. اتفضلوا يا هواجم، الويلكم درينك. شكرا. الاوتيل المعفن ده فيه ويلكم درينك؟ امال يا ست البنات، ده انتوا شرفتوا بورسعيد. كوبايتين صوبيا ساعين يستاهلوا بقكم. شكرا انا مش عايزه. الف هنا وشفا. الا الهوانم مشرفينا قد ايه؟ لا احنا يوم بس وماشيين. ويا ترى راجعين القاهره ولا رايحين في مكان تاني؟ انت مالك اصلا؟ انت بتحقق معانا؟ لا انا ما اقصدش، انا اقصد بس يعني وانتوا ماشيين ابقى اجيب لكم الباي باي درينك. شفتي ظلمتي يا راجل، بقى هيجيب لنا الباي باي درينك. انا ليه حاسه ان انا شفتك فين قبل كده؟ لا يخلق مش شبه اربعين. انا همشي بقى عشان استاذ هاني جاي. شكرا صحي لنا بقى الفطار لو سمحت. مش بيعملوا جمبري على الفطار بقى؟ ايه تحفه. الجمبري البورسعيدي. خد يا شوشو، ده مفتاح اوضتك انت والاستاذه نيلي. مش كفايه ان انا رديت ابات معاكم في الاوتيل ده، كمان هتبيتوني معاها في اوضه واحده؟ ما انت كنت بايته في بيتنا ما قلناش حاجه، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لمؤاخذه يا ست الكل، اصل مفيش حل تاني، احنا الفلوس اللي معانا يا دوبك جابت اوضتين. سيف ادفع له. انا اصلا دافع الاوضتين. طب ما تدفع اوضه كمان، يعني ايه المشكله؟ نيلي انا مش معايا فلوس، انا يعني ما كنتش عامل حسابي، وبعدين ده انا خدت اوضه ليا بثلاث سراير، يعني هنطلع نلاقي واحد نايم فوق. انتوا بتلووا صباعي يعني؟ اسمه دراعي. بالظبط كده، بنلوي دراعك. اوكي. شيلوا لي الشنط. اتفضل امسك الصوبيا، خلي بالك مدلوقه. زميلي يا صوبيا مززه. ده الصوبيا البورسعيدي دي بقى. احلى صوبيا دي. ايه ده؟ هو ده فريق الباسكت البورسعيدي؟ هم بتوع الاتحاد. طب لابس طاقية ليه؟ ما هو ده بقى كابتن الفريق. ربنا معاكم يا كباتن. عشا كباتن. منور يا معلم سيف. ده نورك يا هاني. هاني واحنا قاعدين في فندق ولا قاعدين في القصر العيني؟ ليه اشمعنى؟ اشمعنى ايه؟ وبعدين بص حاطين له ايه اباجوره؟ ده يحط له قسطره جنبه. مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه. انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش. هاني. نعم. ممكن تيجي انت مكانه وتنام هو مكانك؟ ايه العشم ده، هو خالي عشان اقوم واجي انا مكانه. بدل. تعالى بدل مكاني. يعني انت متخلف. انا اجي مكانك مش انا اجي مكانك؟ ما هي هي بقى نايمه هو في النص. انت ايه مشكلتك؟ انا مشكلتي ان هو باصص لي اتجاه وشه في اتجاهي انا، يعني باصص لي انا. يعني انا نايم بالليل لو قمت فجاه لقيته باصص لي رعب قوي يا هاني. ما تقلقش، هو اكيد هيتقلب وهيبقى باصص لي انا. انت تعرفه؟ اعرفه منين يعني؟ ما انت عرفت منين هو هيتقلب. طبيعي يا ابني، واحد بينام بيتقلب. هو في ايه هيحصل؟ في ايه؟ وانا بقول لك هيتحول، بقول لك هيتقلب. هيتحول؟ هو ناقص يتحول؟ هيتحول تاني؟ بقول لك ما تقلقش، ما تقلقش، هو الدكتور هيجي الصبح وهيقلبه هو.
بقول لك يا سيف. ايه؟ انت مش هتقوم تقلع ولا ايه؟ ايه؟ مش هتقوم تقلع؟ انت ازاي تقولي كده اصلا؟ انت ايه يا عم اتخضيت ليه؟ احنا ولاد زي بعض على فكره. ما تقولش جمله ولاد زي بعض، ما تقولش احنا ولاد زي بعض، عشان الجمله دي هي ما تقولهاش. البدايه بتبقى بالجمله دي. بدايه ايه؟ مش قايل طبعا، مش هقول لك. هتنام بهدومك؟ اه انام بهدومي. هتتكرمش؟ ما تتكرمش، ما تتكرمش يا اخي. هو انت هتتكسف تمشي معايا وهدومي مكرمشه؟ طب عشان خاطري قوم اقلع. يوه ما تخليك في حالك يا عم. عشان بتزعق. انت اللي زعقت، انت اللي نرفزتني. طبطي انت. بص بيعمل ازاي. ربي كان كويس انت اللي قعدت تزعق على فكره. البس دي ولا البس دي؟ حلوه الخضرة عليكي دي. هو انا بسالك انت؟ يعني انا مثلا نيلي مكاوي هاخد رايك انت في لبسي؟ مش انت اللي بتكلميني دلوقتي. انا بفكر بصوت عالي. هلبس دي. نيلي، نيلي بقول لك ايه؟ نيلي اوف على الفصلان. ايه ما جبتيش غيارات؟ ما جبتش السان سكرين بتاعي. طب انا معايا سكرين. انت عارفه اصلا انا بتكلم عن ايه؟ السكرين، السكرين ده اللي هو بيتحط في السكر مع الشاي، ده اللي هو عشان تخليك سليم كده. اسكتي اسكتي خالص لو سمحتي، خليني ادور براحتي. طب ان شاء الله بس لو دعبستي كويس هتلاقي السكرين بتاعك. I hope so. نيلي هو انا لو طلبت منك طلب تقوليه لا؟ اكيد لا. هو انا لسه قلت حاجه؟ انا عارفه انت عايزه ايه. طب عايزه ايه؟ عايزه تلبسي بيجاما من بتوعي. ايه ده بسم الله ما شاء الله، ده انت ذكيه ولماحه. انا مش لماحه، انا بعرف اقرا الناس. يعني انت قريتي ان انا ما ينفعش انام بالجينز؟ ايوه، ومش هديكي حاجه على فكره. وبعدين هو انت مش بتتريقي عليا وعلى شنطي الكتير وحاجاتي الكتير؟ زلت لسان. غلطت يعني؟ اللي غلطت. وبعدين احنا بنات عم واول مره نتجمع في الغربه، اديني بيجاما. سوري مش هديك بيجاما. ماشي ماشي انت حرة. على العموم القماش ده اسمه فيزون، وفي من تحتيه بادي كارينا بيبقى مقمط على الجسم، الاتنين ما بيمصوش العرق. وانت حرة بقى تستحملي ريحة حضنك بكرة في العربية وافضل قاعدة جنبك كده. بس 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 بليز اتفضلي البسي دي. شكرا جدا. شكرا. بقولك ايه؟ نعم. لو فاكرة ان عشان انا اديتلك بيجاما من عندي هديكي لبس تخرجي بيه بكرة، انسي. انا ما طلبتش منك لبس، عشان انا هغسل لبسي وانشره بكرة يبقى زي الفل. Whatever. على فكرة لو ما لقيتش السان سكرين بتاعي انا مش هنزل قبل الساعة 4، انا كده وشي هيتحرق. على فكرة انت مكسوف تقلع عشان ما عندكش شعر في صدرك. لا عندي شعر في صدري، عندي 8. اعدهم لك؟ لا ورهمني. لا اوريهم لك دي لو نزلنا المية سوا. طب اخرج وتقلع انت براحتك. هتخرج ايه؟ هتخرج وتسيبني معاه لوحدينا؟ وانت مكسوف. مش مكسوف يا هاني، خلاص بقى. طب امسك ولع. ما بدخنش. امسك ولع. ما بدخنش يا ابني، احنا ولاد زي بعض. بص هو ولاد زي بعض، اول ما بتقولي ولاد زي بعض بتطلب مني حاجه عيب بعديها. عيب ايه؟ انا عايز ابسطك، عايزك تبقى قاعد مبسوط كده. انا مبسوط يا عم. طب مبسوط. امسك ما تطلعش عين امي بقى. ايه ده؟ لو راجل خدها منه، لو راجل خدها منه. كان اللي مديها له اصلا. مديها له ايه؟ هو قام خدها منك غصب عنك. صباح الفل يا عم الحاج. ايوه كارك بقى. شد شد. ايوه لا لا قول لي بقى يا عم سيف، انت ونيلي ايه النظام؟ نظام ازاي يعني؟ يعني شايف كده في ود واستلطاف ما بينكم، وبعدين انت سايب دنيتك وماشي وراها ليه؟ طب ما انت سايب دنيتك وماشي ورا شيرهان ليه؟ تعبيط يا ابني ولا ايه؟ شيرهان دي خطيبتي، وبعدين احنا متفقين افضلها نفسي مقابل ان اخد 10% من المصلحه. هتاخد من خطيبتك 10%؟ قليل صح؟ طب ايه اخد 30؟ انت متخلف؟ دي كده متاجره بمشاعرها. اسم الله عليك، متاجره والتجاره يعني تجاره شطاره. انت بقى اتفقت مع نيلي على كام عشان ابقى فاهم انا اتضحك عليا ولا لا؟ انت عايز ناخد منها فلوس؟ انا راجل نبيل.
راجل معطاء. يعني ايه معطاء؟ معطاء يعني مش في محتاج. في معطاء يعني المحتاج وفي معطاء. المعطاء يدي المحتاج. المعطاء ده ايه؟ عكس محتاج ولا ألعن ولا ايه؟ يا عم انا بساعدها من منطلق الأخوة والزمالة. أخوة والزمالة بس؟ يعني مفيش هق ومق وتربق؟ لا مفيش هق ومق، لكن يعني ايه تربق؟ مش فاهم. يعني مفيش ملغية، تليفونات تشحن لها كارت بعشرة ترد عليك بكل تون؟ مفيش حب يعني؟ حب للأسف لا. عارف يعني؟ عارف دي اللي دي إنسانة جميلة ورقيقة، وساعات بحس إنها قريبة مني، يعني بحس إنها إنسانة رقيقة ومشاعرها كده بتهفف. أنتوا تشوفوها متعجرفة متسلطة، لسانها طويل، لكن هي في الآخر في الآخر بيمرر. لا بيكحح. أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا مش بشرب سجاير. ما تخافش، ما دي مش سجاير. أمال إيه ده؟ هو أنت ما شربتش حشيش قبل كده؟ حشيش؟ شريهان. نعم. ممكن أسألك سؤال؟ ها. ليه يا حبيبتي أصحى من النوم ألاقي الفيو حبل غسيل؟ ما تنشري في الحمام. أولاً الحمام ضيق، يعني مش مكفي هدومي، أنشر فين أنا؟ على فكرة الحمام مش ضيق خالص، أنتي اللي هدومك كتير قوي، مش معقول بني آدمة تلبس كل اللايرز دي فوق بعض. أنتي هتحسديني ولا إيه عشان لبس كتير؟ وبعدين يا أستاذة يا بتاعة الفاشون، مدام أمينة شلباية قالت إنك لما تلبسي طبقات كتير ده من ضمن الموضة، يا جهلة. I doubt إن الست قالت كده، أنتي اللي من جهلك فهمتي غلط. ما تحاسبي بقى يا حيوان، انت هتوسخيني بقى. بنت انت اتمسي وقولي يا مسا البتاعة دي مبلولة، ممكن اكتم بيها نفسك زي الخلق امونة عادي ولا تفرقي معايا. خلاص انتهينا. استغفر الله، انا حتى مش عارفة الجرأة فين. شريهان. نعم. انت هتنشريها هنا جنبك كده وانت نايمه؟ انت خايفه عليا نيلي لابرد؟ لا ما تخافيش، الشمس هتدخل الصبح وهتشفط كل الكمكمه دي. على فكره انا اكيد مش خايفه عليكي، انا خايفه على البيجامه بتاعتي اللي انت لابساها. استغفر الله العظيم يا رب، صبرني. نامي نامي. الحقني يا هاني، الحقني يا هاني. انا بموت بموت. ايه ده ايه ده؟ ايه ده، انت زي الفل والله، انت خدت نفسين بس. مش قادر اخد نفسي، بس انا اخد نفسي. ما انت عشان كاتم نفسك تشيل ايدك يا حبيبي. انت بتلعك وراك ليه؟ بتدعك ليه دلوقتي؟ بس انت هو جاي من الشغل تعبان، بتدعك ايه؟ مش قادر اخد نفسي يا هاني. معلش، انا اللي بيحصل لي يا هاني؟ انت اللي شربتني حشيش. لا مش انت، انت اللي شربتني حشيش. بتشربنا حشيش ليه؟ انا ام سوري. انا اسف. انت هتعمل لي كيوت، هتعمل لي كيوت دلوقتي بعد ما موتتني. اهدى اهدى. نفسي هاني. على فكرة انت عامل دماغ حلوة جدا، حاول تستغلها، الناس بتدفع دم قلبها عشان توصل للي انت فيه ده. دماغ حلوة ازاي؟ انا خلاص انا مش حاسس بنفسي، انا وشي منمل يا هاني، انا مش حاسس بوشي. انت شايف وشي يا هاني؟ موجود اهو. وشي منمل يا هاني؟ هو انت شربتولي ايه، مبيت حشري؟ لا لا لا، وشك منمل عشان انت سكر يا حبيبي. اهدى 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 اهدى. على فكرة كيف ده اصلا وهم؟ وهم ازاي يا جماعة؟ مش وهم ولا حاجة والله. وهم. انا مش قادر اتحرك، مش قادر اتحرك يا دايما. ما بتتحركش. اتحركي بقولك، اتحركي اتحركي يا ايدي، وانت هتتفرجي عليها. خليها تتحرك. معلش مش قادر. معلش اهدى اهدى. انت عارف انت عشان بس كاتم على نفسك، لكن انت لو قلعت هدومك هتبقى زي الفل.